بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأخوين الكل، بدون تشنج وتعصب باش نحكي لكم يعني على وزيرة العدل، وإن شاء الله الناس كلها تعاون على البرتاج، وإن شاء الله زاد الكلام هذا يوصل إلى رئيس الدولة، لأنه المسار من أضر به فقط هم اللي حاسبين رواحهم حماة الوطن، هم اللي حاسبين رواحهم يعني انهم هما في حرب على الفساد، وهم بعد كل البعد على الحرب على الفساد، هما مجرد معاول باش تدمر الدولة، وقاعدين يحاربوا في كل يعني مقومات نجاح دولة، وقاعدين فقط يصفيوا في حساباتهم. خلينا بدون تشنج باش يعني الصورة توصل. إن شاء الله الأخيان الكل كما قلت تتعاون بالبرتاج. الكلام هذا مهم جدا، يلزم يوصل إلى رئيس الدولة، لأنه اليوم تحب تخرجوها لي، معناها قال لك المرأة الحديدية، ما أنا كنا مرأة حديدية، هاي المرأة الحديدية فهمتي ولا يعني رجلها مورد في تهرب ضريبي وهاو كذا كالدليل، فهمت هاو كالدليل، هبطته لكم باش ما نقولكش يا نيس، راهو مازال عندي، راهو فما وثائق اخرين مازالت عندي فيهم الاسم الحقيقه واللقب والعنوان وحتى من البطاقه التعريف. انا ما نحبش نهبط الامور هذيك باش ما تولي لي زاد انا قضايا، خليني نحاربهم دائما وابدا في الاطار القانوني، وغطيت على الاسم نتاع رجلها باش ما تولي لي زعما تشهير، وانت ذكرت اسمه كله، ولو انه برشا ذكروه غيري انا، ولكن الناس تونس كلها تعرف شكون رجلها، ورجال القانون ورجال الامن فهمتني، ورجال القضاء الشرفاء كل اهل معناها القانون كلهم يعرفوه، يعرفوا السيد هذا ومدى التحيل والفساد نتاعو. السيد هذا، السيد هذا يوم 1 جويلية 2019 عنده حكم تاع تهرب ضريبي، وثبتوا تنجموا ثبتوا من كلامي، وكذلك يوم 18 فيفري 2022 وقت اللي مرته زيرة اللي هي الشخص اللي يعني ادانه، تصور انتم نعاود لكم الشركة اسمها شركة الوفاء للخدمات، كما قلت لكم من بكري فهم من الوفاء كان الاسم، يعني اعتبار وانت حكة متاع شمية حات فيها النف، يعني من برا وفاء ومن داخل عو، اوش معناها فهمت، يعني كان الاسم فيها وفاء. المهم شركة الوفاء للخدمات هذه سيدي مهمتها اكل القضايا كما نقولوا نحن متاع اللي عندهم مشاكل بموضوع متاع الشيكات وكل الاستخلاص ديون بصفة عامة، وزوجها كما قلت لكم 570 مليون متهرب ضريبي. حكومة الياس الفخفاخ علاش طاحت؟ هي طاحت على خاطر فما تضارب مصالح، لهنا فما تضارب مصالح، فما ضرب للقضاء، وفما كذلك زاد اسمه، فما كذلك محاربة. تصور انت قاضي يدين رجلها تمشي تفكتيه وتتدمروا القاضي هذا، شنو هي معناه؟ يعني انت تاو اللوم ونحن على البحيري وقضاء البحيري 80 قاضي ولا 82 قاضي، انتم تحبوا تقضيوا على اكثر من 3000 قاضي، ياكم انتوما اكثر كارثه، انتوما انت في شخصك يا وزيره العدل انت كارثه، انت كارثه، ما 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 ماكش بشر عادي انت. هذا بالاضافه الى التهديدات نتاعها، راهي تستعمل في دي بروفيل، باش نعاود نذكركم بهم، بروفيل عاطف عاطف، بروفيل رستم رستم، وعندها بروفيلات، اما باش يوريك مدى السذاجه نتاعها، يعني عامله قداش من فو بروفيل نفس يعني اسم يتعاود مرتين ونفس الفوتو دي بروفيل. اقسم بالله هذه وزيرة عدل، هذه وزيرة عدل انت، اقسم بالله لا نحطك انا ما تعس على وزارة العدل، احترامي للعساس، يعني هكا وتوصل بك السذاجة وتما تهدد فيا، ما تحشمش على روحك، اه ما تحشمش، موقفين سامحوني انتوما، ترى القضاء هذا اللي تحكم فيه هي راهو القضاء الان مرعوب، القضاء الأمانة ما عادش تلوموا عليه، القضاء تو ما عادش تلوموا عليه في حكم ليلى جفان، باه سليم شيبو فاسد مجرم عملهم الكل، حاكمين عليها 4 سنين حبس عليها، القضاء نتاعها هي بتعليمات من هاي، علاش حكموا عليه سليم شيبو؟
خويا قال لك معناها سارق الدوله وامواله، وراجلك فاش يعمل؟ راجلك يتحي ويزكي، راجلك بدو سارق وانت تغطي عليه، ومش حتى تغطي عليه، انت راجلك تحارب في القضاه اللي يحاسبوا فيه. يعني الزازاري عظم على مراكزي، مال علاش شدته؟ وانت سامحني سليم شيبوك، وعلاش شد عماد الطرابلسي، وعلاش شد الناس هذوما كلهم اللي عندهم قضايا اسمه لا 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 اسمه رجال الاعمال اللي فيهم اس دي سات، ورجال الاعمال اللي عندهم معناها تهرب ضريبي، علاش تشدوا فيهم في الحبس سامحني؟ وعلاش تحاسبوا فيهم؟ ما دام انت ترتع في الفساد سامحني، وابدا بروحك على الاقل، ابدا بروحك، حاسب راجلك قبل ومن بعد احكي. وراجلك حال شركة راس مالها 10,000 دينار، طب ما تحشموش على رواحكم، بربي ركزوا مع 10,000 دينار، وهو متهرب ضريبي 570 مليون، تو كان الضرائب اللي مش تدفعهم 570، شوف انت قداش المداخيل والارباح بتاعه السيد هذا، مليارات. معناها انت بتكذب على الدولة، انت سارق للدولة، ومرتك تغطي عليك. وين نحن تو؟ أنا خويا عندي مبدأ، أنا ضد الإجرام، ضد العنف، ضد الإرهاب، ضد الفساد. اذا كان ضد الفساد فهو في المطلق ضد اي حاجه في المطلق، مش كي يبدا هذا هذا تبعنا برا مش وقته طفي الضوء، وراك انت باش تدور المسار وكلامك باش يستغلوا. ما يهمنيش انا اللي تمني تونس، ما يهمني في حتى واحد اللي تمني تونس. نعم دعمت رئيس الدوله ومانيش نادم، ومانيش باش ندم على دعم رئيس الدوله، لانه القاسي والداني يعلم مدى النظافه نتاعو والوطنيه نتاعو. بقينا يا اخي يشوفوا تعيينات من هذا النوع، تعيينات معناها فيها دمار شامل للدولة، فيها مؤامرات، ما نجمش نسكت. ايه قتلك هذه، شوف هذه قتلك، ما عادش تتبعوه الشخص هذا، ماهوش صادق للاسف في قضية رحمك ذب على الناس، فهمتي؟ هاني باش نعمل لك بلوك انت يا جربوع، هاني باش نعمل لك بلوك، اكيد باش نعمل لك بلوك. هاني عودت كلامكم يسمعوا في قضية رحمة، هاوني بإيجاز باش نقول قضية رحمة، ولي الشرف أكثر من 30 شخص مورط، وكان جاء القضاء مشيخه في التعليمات نتاعها هي راهي تحاسبت العصابة، فيهم بطاقات إيداع أكثر من 30 شخص. تحبوا تكذبوني معناها؟ هاني تحديتكم أنا، والحكم صار 2023 في جوان 2023 أو جويليا 2023، وهبطت أنا. إذا اللي يحب أنا يواجهني، أنا ما يواجهنيش بالكذب، ما يواجهنيش بالكذب، تكلمت أنا إذا تكلمت في قضية فأنا عندي الوثائق. هبت لكم الفيديوهات، هبت لكم الأدلة الكل، وكذبتهم وتحديتهم، لأني أنا صادق في كلامي، وما عنديش أني مصالح شخصية، وما عندي حتى علاقة بك المؤامرات والحكايات الفارغة اللي يعملوا فيها. إذا كلامهم مردود عليهم هم. ما زالت عباد هاي تكذب معناها، يعرفوني اللي أنا كلامي نقول فيها بالأدلة. أخي توا معناها سامحني وثيقة هذه رسمية، برا أنت ثبت. كان عندك شكون انت، حط الارقام هذوكم ويثبت، يدخل اخويا لوزاره العدل ويثبت. ما فما سيت يدخلوا له رجال القانون ودخلوا ثبتوا. هل انيس اسكندال يقول في الحقيقه ام زيف؟ وكذلك في الختام ما تمسحوش الاجرام نتاعكم وتهريب سمير جياب، فهمتني، والقضايا اللي عنده ما تمسحوهاش في مكرم جلاسي. مكرم جلاسي شكون اللي جابه للواحد؟ للوزارة العدل، مكرم جلاسي والعتروس والشلة الأخرى، فهمتني، كلها اللي ترتع في القضاء فسادا. ومرت هي مرت مكرم جلاسي، شكون اللي حطها وكيل جمهورية بتزكية من وما تستاهلش المكان بتاعها سونيا الجريدي؟ شكون؟ ما حطتها وزيرة العدل بإعاز منها هي، وهو المعول متاعها، سمح. يعني الآن تمشي تعمل دموع التماسيح عند رئيس الدولة باش يسامحك؟ لا لا، ما هوش مسار هذا. أنا لو تبقى هذه الوزيرة، أنا للأمانة ما عادش يساعدني أنا نمد وجهي باش ندافع على هذا المسار. أنا ندافع على الحق، والمسار هذا تعبنا عليه الناس الكل، مش نحكي على شخصي أنا، برشا مدونين، ورغم التهديدات ورغم التشويه ورغم الكذب ورغم اللي تصوروا في بالكم الكون في الكل، ولكن الحمد لله نحن قمنا بدورنا، يعني ب ب ب ب يعني بكل أمانة وفي إطار معناها قانوني ووطنية، معناها الوازع الوطني يتحرك فينا باش الناس كلها يعني نخدموا بلادنا. وهاكم تشوفوا الحملات والكذب. الكذب أنا توا نواجه فيهم بوثائق رسمية، وأتحداهم. واحد جويليا، واحد جويليا 2019، راجلك عنده يعني حكم غيابي، تهرب ضريبي، مدام ليلى وزيرة العدل الحديدية،
اللي رازلها مبلع في الفساد للعنكوش وهي تدافع عليه وتعزل في القضاة وتدمر فيهم وتفقتي فيهم في كل مكان يعني وزمان. هذه الآن تحب تتنصل خاطر السيد اللي يخدم عندها في البيرو متاعها ما نفضحته عادانا وما تجر ويهبطوا خاطر سيء هذا وحلة المنجل في القلة ما تجر ويهبطوا إلا ما حكيت أنا ثلاثة أيام ولا أربع أيام وأنا نهبطوا عندي إلا محال أشهر وأكثر من سنة وأنا نتكلم على مكرم جلاسي والفساد متاعه ما صدقني حد. أسمع أنت تكذب أنت في الأخر هاوك عزل في الرائد الرسمي نزل العزل باش تعرفوا أنه كلام سكندال ما هوش كذب هذا حقيق هذا حقيق. وبعد ما عزلوه يحبوا يمسحوا فيه يديهم ورجع فرحا مسرورا. لا لا ما ثماش مكرم جلال فما انت المسؤول رقم واحد على وزارة العدل والإجرام نتاعكم والإرهاب نتاعكم يلزموا يقف ويلزمك تتحاسب وزيرة العدل بالقانون أو كأنا أدعو إلى تطبيق القانون مش كيفك انت في بروفيل تهددوا فيا بالتصفية. وأنا عندما يكون وزير عدل جديد أكيد باش يكون جديد باش نبعث له رسائل التهديد متاعك أنت ومتاع العصابة متاعك اللي تهدد فيه فما اللي هبطوا فما اللي ما هبطوش بروفيل رستم رستم بروفيل سيسمو لاخر عاطف عاطف ونفس البروفيلات ونفس الأسماء تتكرر اللي تواصلت معاها مع الناس اللي تتآمر على الدولة يعني من خلالهم ولا الناس اللي تهدد فيهم كيفي أنا من خلال البروفيلات هذي. ما تخافش أنا راسي مرفوع اللي اعطاني ان سنتيم يفضحني اللي مد لي حاجه يفضحني مرحبا بيه الحمد لله الراس مرفوع لا سرقت ولا نهبت ولا كذبت ولا هتكت اعراض كيفكم انتوما ولاني باش نتيح كذلك للمستوى نتاعكم انتوما نتاع قله الحياء ونتاع الوساخه ولا راني زيد نهبط لكم زاد تصوركم والكريق اللي تعملوا فيه والوساخه اللي تعملوا فيها ولكن انا ماني شرطه اخلاقيه وما نتيحش للمستوى هذاك انا فقط نحارب فيكم في الاطار القانوني وهذه فضيحه يلزم توصل الى رئيس الدوله وهذه الوزيره يلزم تحاسب وتعييناتها الكل تتنحى وتتراجع والقضاة اللي شوهتوهم وكذبتوا عليهم وزيفتوا عليهم يلزمهم يرجعوا يخدموا أربعة أو خمسة قضاة يمكن كان يطلعوا فاسدين أربعة خمسة قضاة ومعروفين تسأل أي قاضي تقول لك هذا فاسد هذا فاسد هذا فاسد ومعروف الفساد كيفاش. أما القضاة اللي يقولوا لكم لا تنكلوا بهم والمحامين اللي باش يترافعوا في الواحد تحشيهم في السجون وتلفقوا لهم القضايا وخدمة الابتزاز هذه انتهى الزمان تبن عليه بن عليه وما عملهاش تعملوا فيها تعمل فيها انت سي ليلى ما تحشمش على روحك وكان حتى جيت على الأقل نظفت قدام دارك كان حتى جيت حسبت راجلك انت راجلك مبلع وما نحبش نسمي شكون الطرف الاخر في عائلتك هاك تعرفني على شكون نحكي انا ما نحبش نسميه ولو انه اسمي عندي وبطاقه تعريف عندي والعنوان عندي والدنيا كل عندي تعرف الشخص اللي نحكي عليه من العائله نتاعك اللي هو متورط كيف وكيف راجلك وانت تسكر عليهم. تحياتي للجميع وبالله لو ماكس بارتاج ولا رجوع انا المسار هذا باش نبقى ندافع عليه وباش نبقى ندافع على رئيس الدوله بشرط هذه المراه يتم عزلها ومحاسبتها وهي والمنظومه نتاعها والحسابات نتاعها. تحياتي للجميع والف قبله يعني على جبين حماة الوطن وخاصه على المؤسسه العسكريه. تحياتي للجميع نهاركم فل.